الموضوع الأول هو الموضوع التعاطي مع وسائل الإعلام المحلية وتنظيم آلية عملها المستقبلي، والموضوع الثاني هو موضوع المساس بكرامات وأمن مواطنين بالجولان. هو هذا الموضوع. أنا شخصيا ضد شخصنة أي موضوع، قضية مش قضية أفراد. وأنا ما بعرف شيء بده يتسع صدركم، يمكن كثر شوي حكي. أما مش على طول نحن نلتقي بالوجوه الكريمة هذه لحتى نحط قدامها همومنا، لأنه فعلا نحن بمرحلة صعبة من المفروض فينا نحاكي واقعنا بشكل سليم، نفهم واقعنا بشكل سليم لنعرف نلاقي حلول له. اللي عم نشوفه اليوم هو ما خلقش مش وليد الصدفة، هذا وليد الضعف، وليد شقائنا، وليد ترهل موقفنا بشكل عام، وليد تسيب موقفنا. مش أنا، السلطة وأزلامنا وأعواننا فكروا أن الوقت مواتي لهم اليوم حتى ينقبوا على أشخاص من المجتمع، وبالتالي على المجتمع، لأنه بالنهاية المستهدف هو المجتمع وأمن المجتمع. أنا اشوف القضية الخاصة تبعي، يعني أنا طلب الشيخ مسلمان وأنا استعد أعطي بشكل سريع، لأنه القضية تبعي أنا اشوفها هي مثال، قضية تبعي يا مسلمان اشوفها هي مثال على واقعنا. نحن مش قاعدين هون مش نناقش قضية شخص، مين ما كان الشخص. القضية أكبر من الأشخاص وأكبر من الأفراد. القضية قضية مخطط مرسوم له بشكل جيد من أجل إيقاع الفتنة بمجتمعنا. هي القضية لازم نكون منتبهين لها بشكل واضح وصريح. نحن ناس عارفين شو إلنا وشو علينا. القصد إيقاع الفتنة بمجتمعنا، وإذا ندرس تاريخ الحدث الأخير هذا شو صار؟ إمتى بدي؟ وكيف آليات التعاطي معه؟ نوصل لنتيجة واضحة. إنه هذه القضية مدروس إلها من قبل أعداء هذا المجتمع، من قبل المستفيدين من شقاق هذا المجتمع. وأنا بسأل حالنا كلمة، ما المستفيد من شقاق هذا المجتمع؟ أي شخص محترم من مجتمعنا حتى لو اختلفنا بالرأي نحن وياه، لا يمكن توصل فيه الخسي والنزالة على إنه يهدد الطفل ويقول له بدي اقتل بيك بعد 20 يوم. في شيء وطني بيحكي الكلام هذا؟ لا يمكن. هذه قضية معروفة. أنا بريء من الوطن، أنا بريء من الوطنية وبريء من الأخلاق والشرف والكرامة. ما بيها موجود بيقدر يحكي معه مباشرة إذا له شيء عليه. ولو القضية شخصية كنا منعالجها، بس المطلب تبعهم صوروا قديش هو مطلب منطقي يا مشايخ. قال المفروض بمجد مصالح يبعد عن المشايخ، هذا مطلبهم، مطلب هالحركة المرتبة، مطلب هالناس المحترمين هذي اللي خفافيش الليل بيكتبوا بالأشراف بنصاص الليالي أنذر بأنه يواجهوهم وبيهدد وطفهم. بيسموا نفس الحركة الوطنية يعني. فنحن عارفين هذا غطاء لتمرير مؤامرة علينا. لذلك أنا بدي أغتنم هالفرصة هذه مشايخ. بدناش شيء، نحن بدنا نقطة واحدة. إذا اليوم نحن ما منعيد صياغة علاقتنا ببعضنا كلنا على مختلف انتماءاتنا وتوجهاتنا، إذا ما منعيد صياغة علاقتنا ببعضنا على أسس وطنية، أنا بالنسبة إلي وبالنسبة لكل الأشراف فيش موقف بلل وطني. إذا الموقف الوطني مهزوز في الشيء، في الشيء كرامتنا، ندرس تاريخنا نحن، الناس عرفتنا، شهرنا بالعالم من وراء شو؟ من وراء مصرياتنا ولا من وراء بس أرضاتنا ولا من وراء سياراتنا؟ من وراء شو؟ عرفتنا من وراء الموقف الوطني الشريف، ما إلنا غير رأس مال. وبس نتخلى عنه نحن تخلينا عن وجودنا. لا حدا شايلنا من أرضنا لا بانتمائنا الطائفي، ولا حدا شايلنا من أرضنا بعددنا ولا بعدتنا. من شاليب من أرضنا لأنه أصحاب موقف أقنعنا فيه العالم كله. فإذا كان هذا هو هدفنا لازم نعيد صياغة علاقتنا وننتبه لبعضنا. نحن ما بدنا شيء، نعرف لما توجهوا لي بإهانات، هذا إهانات صفاتهم هني، لأنه الزلم بتخاطب بعضها وجه لوجه. أما نحن عارفين شو بدهم، بدهم مجد مصالح يجي لمجموعة من الناس فليكن أصحابه وقرايبه ويهجموا على فلان من الناس. هل قبل بيوم كان معهم نقاش؟ اما نحن اكبر من انه نلقى بالفتنه تبعهم، ولازم ننبه على حالنا. وانا بنبه على حالي بالدرجه الاولى، انا مش بموضع انتم بين القدر، لا بموضع الواعظ ولا بموضع اللي بنشر حدا. انا عم بقول لحالي نحن بازمه، لازم ننتبه لحالنا. ما عندنا شيء نملكه غير موقفنا الوطني، هذا هو راس مالنا، والسلطه المحتله وازلامها واذنابها اللي مدسوسين بيننا، واللي عم يكتب مش ابن تلبيب ولا ابن حيف، اللي عم يكتب ابن مجد الشمس ومسعدي وبقعثة وعنقنية ومنه وفينه وبعرفش إذا قاعدين هون كمان. فنحن لازم نكون حذرين، ما بنقبل نوقع بفخ الفتنة. نحن أبعد ما نكون عن الفتنة. نحن فيكن أرواحنا في ذا الموقف الوطني، إذا هذا بضيعهم نحن جاهزين لها.
فيا مشايخ مطلوب منكم انتوا الحلقه المركزيه بهالمجتمع، انتوا قدوتنا بالماضي القريب مش البعيد. الدين ورجال الدين كانوا سياج للمجتمع، امن المجتمع كان مرتبط بامنهم وبقرارهم. ونحن بنتمنى اليوم من مشايخنا اللي على راس الهرم الديني وهن الحمد لله فيهم الخير والبركه من قرانا الاربعه، نتمنى منهم يظلوا السياج للموقف الوطني وسياج لهالمجتمع، يحموا امنه وامن افراده. نحن ما عندنا سلطه نشتكي لهون. قالوا لي كثير ناس توجه للبوليس، قلت لهم ليش لا توجه للبوليس؟ البوليس ما يلمع، ما بده يجي يحقق، بده يحقق مع الاشراف والاوادم، بده يحقق مع ناس وطنيين ما لهم علاقه بالقضيه هذه. فنحن مش هذا طريقنا، ولا مشكى غيرنا سلطه الاحتلال بكل مؤسساتها وبكل فروعها، مشكى غيرنا الوجوه الكريمه هذه كلها. لما نحن نكون متفقين مع بعضنا ما حدا بيسترجي مثلنا. اما لما نكون مشتتين مثل ما نحن اليوم، مين ما كان في غيرنا ومين ما كان في اختلافنا. فأنا بستغل الفرصة مشايخ، نطمس كلياتنا فوق الأفراد، لا مجد وصالح له قيمة ولا علي فلان له قيمة، القضية مش قضية أفراد. نعيد صياغة علاقتنا لأنه هي الصيانة لمجتمعنا. نحن لازم نحب بعضنا. أفضل رد عليهم لهودي زعران الليل والخفافيش إنه نحن نفشل مخططهم ونقرب من بعضنا أكثر، لأنه هذا الرد عليهم، هدفهم تفريق. لما نقول لهم لا خسيتوا، نحن بنقرب من بعضنا أكثر وبنحب بعضنا أكثر وبنتحمل بعضنا، شو عليه؟ ومثل ما تفضل الشباب اللي حكوا قبل، نحن مش حلقانين مثل بعضنا، نحن آراء مختلفة، شو عليه؟ أما نحن نوصل لمرحلة نهين بعضنا؟ لا أبداً، هذا قضية مش واردة عندنا. عارفين خصمنا، محددين عدونا، خصمنا واضح سلطة الاحتلال وأعوانا، ما عندنا خصم غيره. واللي بده يفكر يلعب على وتر الفتنة العائلية ولا الفتنة الشلالية هو كثير غلطان. كل عائلات المجد الأخوة وأهل القرار، وأنا عم بحكي الكلام هذا بكامل المسؤولية، مش عم بحكي لحتى نظر على حدا. كل عائلات الهضبة أخوة وقراري، وما نسمح لهم مطلقا يفوسوا لحتى يزرعوا الفتنة بيننا. هذه النقطة العامة، النقطة الخاصة الثانية اللي هي مطروحة للبحث، أنا بستغل الفرصة يعني وجود المجتمع الكريم هذا متوجه لإخواننا اللي مسموع على مواقع الإنترنت. الإنترنت هو وسيلة حضارية لتخاطب بعضنا، بنعرف شو عم بيصير بين بعضنا. ما كانت بحياتها وسيلة للشتائم. نحن بعتقد إنه القرار اللي المجتمع هون مقرره إنه أصحاب المواقع بيتحملوا مسؤولية كل كلمة بتطلع من عندهم. وهي مسؤولية إضافة لكونها مسؤولية قانونية، كمان هي مسؤولية اجتماعية وأخلاقية. من المفروض فينا نحن إنه نقنن شو الكلام اللي بده يطلع. الإنترنت مش وسيلة لهجوم بعضنا البعض ولا للانتقاد الأخلاقي. نحن جماعة أصحاب تاريخ، جهات كثيرة مستكثرة علينا هالتاريخ، إذا ما حفظنا عليه نحن انتهينا. واليوم نحن على مفترق طرق، على مفترق طرق، واللي مش شايف ومستشعر الخطر بيكون هو مش عم يطلع صح. نحن اليوم مستهدفين، فكرونا صرنا ذبيحه جاهزه للذبح، تركونا خطأ، اجى الوقت اللي ينقضوا علينا. ردنا لهم من قبلهم مثل ما قال ابو جلال، الحركه الوطنيه بألف خير والموقف الوطني بألف خير، وانتمائنا لوطننا وهويتنا ما بنسمح لحدا يمسه ولا يزعزعه ايا كان ومهما علت مرضه. فهذه قضيه ثابته، احد ثوابتنا. مشان هيك علينا كلنا نلتف حول الموقف ونلتف حول الاشراف اللي متبنين الموقف، وما نسمحش باهانه اي شخص منهم. ويعطيكم العافيه.